الآن السؤال، ما هو سبب إضافة المخلوقات إلى الخالق؟ سؤال ينبغي أن يجاب عليه، ما هو سبب إضافة المخلوقات إلى الخالق؟ بما أنها أعيان قائمة بنفسها، فلماذا تضاف إلى الله؟ لماذا؟ الجواب، قال شيخ الإسلام عن سبب الإضافة في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح الجزء الثاني صفحة 56 و100 إلى 57 و100، قال: لكنه مفضل مشرف. إذن هذا المضاف إلى الله ما به؟ مفضل مشرف، إذن فيه صفات تشرفه وتفضله عن غيره، لكنه مفضل مشرف. إذن هذا هو السبب الرئيسي في الإضافة إلى الله. ثم بين، قال: لما خصه الله به من الصفات التي اختضت إضافته إلى الله تبارك وتعالى. ثم ذكر أمثلة، كما خص ناقة صالح عليه السلام من بين النوق، وكما خص بيته بمكة من البيوت، وكما خص عباده الصالحين من بين الخلق، إذن من يشرح لنا كلام شيخ الإسلام في سبب إضافة هذه المخلوقات إلى الله؟ من يستطيع أن يشرح؟ تفضل. سبب الإضافة أن هذا المضاف يمتلك صفات ويحتوي على صفات فيها تشريف عظيم، هذه الصفات. إذن أولا هذا من باب التشريف والتفضيل لهذا المضاف. لما؟ لأنه يمتلك صفات تشرفه وتفضله عن باقي الذين يشركون في الصفات. نعم، لأنه يحتوي ويتصف بأشياء وصفات لا تحتوي مع بني جنسه، مثل كما خص الله عز وجل ناقة صالح عليه السلام من بين النوق. إذن النوق كثيرة، ولكن ناقة صالح فيها صفات لا يوجد في غيرها من النوق، فشرفت وفضلت فأضيفت إلى الله جل في علاه وعظم في هذه السماء. أيضا كما خص بيته من بين الجبل لما فيه من الفضل وال نعم، وكما خص أيضا عباده الصالحين. فإذا هذا من باب التشريف من جهة، وثانيا أنها تحتوي على صفات لا يتصف به وبها غيره من بني جنسه. وذكر نحو هذا الجواب ابن القيم رحمه الله
أيضا في كتاب الروح تتم للكلام السابق أصلا صفحة 300 وانظر إلى عبارته، قال لكنها إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا يتميز به المضاف عن غيره. كبيت الله إذن هنا أيضا قد يطرأ سؤال آخر، أليست باقي البيوت لله؟ الجواب نعم، باقي البيوت لله، ولكن هذا البيت به من الصفات ما ليس في غيره من البيوت. قال كبيت الله وإن كانت البيوت كلها ملكا له، وكذلك ناقة الله والنوق كلها ملكه وخلقه، ولكن هذه إضافة إلى إلهيته تقتضي محبته لها وتكريمه وتشريفه. إذن المعنى يدور ضمن ما أجاب عليه شيخه، فمن يعيد الجواب أيضا مفسرا الشيء الزائد من كلام ابن القيم؟ والكلام أصبح سهلا ميسورا، لكن نريد أصابع جديدة. هل يوجد أصابع جديدة؟ لا يوجد، نرجع إلى القديمة. تفضل. ذكرة هذه الإضافة في هذا المكان. نعم. لأن هذه المضاف هو إضافة تشريف وتفضيل، وهو مميز عن غيره لأن له مميزات تميزه عن غيره، فذكره الله عز وجل مضافة إليه. نعم، فإذا هو هذه الإضافة من باب التشريف ومن باب التكريم ومن باب التفضيل ومن باب التمييز. فهذا لأن هذه الأشياء وهذه الأعيان فيها من الصفات ما لا يوجد في غيرها من بني جنسها، مع أن هذه الأشياء جميعها هي ملك لله جل في علاه، بل نحن جميعا لله، إنا لله وإنا إليه راجعون.